بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل يأثم المصلي إذا صلى في طريق الناس؟ المرور بين يدي المصلي الأصل فيه المنع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40. ومن هنا علماؤنا رحمهم الله قالوا: المار بين يدي المصلي قد يأثم وحده، أو المصلي قد يأثم وحده، أو قد يأثمان، أو قد لا يأثمان. هذه قسمة رباعية. إما أن يأثما معا فيما لو صلى المصلي في طريق الناس فمر مار بين يديه من غير ضرورة، فالمصلي آثم والمار آثم. يعني بعض الناس مثلا يأتي يدخل المسجد يصلي عند الباب، عند محل دخول وخروج الناس، ويريد أن يحبس الناس. فلو أن إنسانا مر بين يديه من غير ضرورة فإنه يأثم والمصلي كذلك يأثم. طيب، وقد لا يأثمان فيما لو صلى عند الباب لضرورة ومر المار بين يديه لضرورة. يعني مثلا واحد من الناس جاء لصلاة الجماعة، وجد المسجد قد امتلأ، ما وجد مكان إلا عند الباب، هذا ما عنده حل. طيب، وبعد الصلاة واحد من الناس كان محصورا بحيث يخشى لو أنه يعني بقي في المسجد بأن ينجس المسجد، فهذا أيضا قد لحقت به ضرورة فيخرج، فهنا ارتفع الإثم عن الاثنين. طيب، إذا علمت هذه القسمة فنعلم متى يأثم المصلي وحده ومتى يأثم المار وحده. هل يجوز الإحرام من البيت في مدينة الخرطوم لقاصد الحج والعمرة؟ من ناحية الجواز يجوز، يعني بالإجماع يجوز الإحرام قبل الميقات. أما من ناحية الشريعة فهذا مخالف للسنة، ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما استفتاه بعض الناس بأنه يريد يحرم من بيته في المدينة قال له: لا، احرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا أبا عبد الله، ما زاد إلا خيرا، يعني أحرم من أبعد. فقال: أخشى أن يقذف الشيطان في قلبه أنه فعل شيئا أفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشيطان يقول له: والله أنت ما شاء الله تمام، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من وين وإنت أحرمت من وين، معناه أنت قربت تبقى نبي. إيه، وبعض الناس يمكن تركب في راسه خلاص يقول أنا نبي. نعم. يقول أحد الإخوة يرغب في متابعة هذا البرنامج في التلفاز ويسأل عن موعد بثه في القناة، جزاكم الله خيرا. أدري والله. لا، أنا عارف أنه مباشر لكن لعله يسأل عن الإعادة. أي فضيلتكم في ختان الإناث، لأن هناك من يرونه من يرون سنيته وآخرون يقولون باستحبابه، وفريق آخر يرى أنه من إلحاق الضرر بالإناث وينادون بمنعه. نعم، هذه المسألة أيها الإخوة الكرام يعني قد حصل فيها الكلام مرارا من سنوات طويلة، وقد صدرت فيها فتوى من مجمع الفقه الإسلامي عندنا ها هنا بأن ختان الإناث مشروع، مشروع مشروع، يعني ما يعني لا نقول بوجوبه ولا نقول باستحبابه، وإنما مشروعيته، على الخلاف المعروف بين العلماء هل على الوجوب كما يقول الشافعية أو على السنية كما يقول المالكية والحنفية، أو على كونه مكرمة كما يقول الحنابلة. لكن ما في واحد منهم قال بأنه
حرام أو أنه ممنوع. الختان الذي يحصل به الضرر هو ما يسمى بالختان الفرعوني، ختان الفرعوني الذي فيه اعتداء على أعضاء الأنثى، وفيه إتلاف لها، وفيه تعسير لأمرها حال المعاشرة وحال الولادة وغير ذلك. ويكفينا قول ربنا وما أمر فرعون برشيد، ففرعون ما يأتي بالخير. فأما الختان الخفيف الذي يراد به إتمام التطهير فهذا ما يقول أحد من العلماء بأنه ممنوع أو أنه مضر، وإنما هذا الكلام كلام للأطباء، وليس كل الأطباء، ليس كل الأطباء بل بعضهم. نعم، لكن بعض الناس يركز على هذه القضية ويبدئ ويعيد ويقيم ندوات ويوزع مطبوعات وكذا تنفيذا ل يعني برنامج غير برنامجنا، يعني برنامج تابع للأمم المتحدة ولا اليونيسيف ولا لكذا من المنظمات. وإلا العادات الضارة التي ينبغي أن تحارب كلنا نعرفها، الدجل والشعوذة والزار والرمي الودع ولا نعم الدخان والسفة والشيشة والحشيشة وغيرها من التبرج والسفور والفوضى وبذاءة اللسان وغير ذلك، ما أكثر العادات الضارة. وخلوا ده كله بس مسكوا في الختان ويقولون بكل صوره وأشكاله، وهذه الحملات لن تثمر شيئا، لأن الناس في النهاية يسألون عن حكم الشرع. أي مسلم إذا أراد ما بيسأل ناس الجمعية كذا ولا جمعية كذا، إنما سيسأل عن حكم الشرع. فخير لهم أن يتعاونوا مع أهل الشرع على مكافحة الختان الفرعوني الذي نجزم بأنه ضار وأنه شر. نعم. ماذا عن أجر نظافة المسجد في الشرع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها القذاء تخرج من المسجد. يعني لو شلت لك قشة أو شعرة أخرجتها من المسجد هذه ستجدها يوم القيامة في صحيفة حسناتك، لأن الله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هاروت وماروت ويأجوج وماجوج أسماء نقرأها في القرآن ولا نعرف عنها كثيرا، ما ضروري، أنت تعلم الوضوء والغسل والتيمم والصلاة، هذه الأشياء التي سيسألك الله عنها. أما لو مت وأنت ما تعرف هاروت وماروت فلن يسألك الله عنهما، ولو مت أنت ما تعرف يأجوج ومأجوج لن يسألك الله عنهما. لكن باختصار، يأجوج ومأجوج قبيلتان، كثير عددهما، شديد بأسهما، عظيم فسادهما، وهم محبوسون بالسد الذي أقامه ذو القرنين جزاه الله خيرا. فإذا أذن الله في قيام الساعة فإنهم ينقبون هذا السد ثم يخرجون. قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال الله عز وجل: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يعني ناس كتار هيجوا، وأي نعم، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فديل بالنسبة ليأجوج ومأجوج. أما بالنسبة لهاروت وماروت فالخلاف طويل بين أهل التفسير، هل هما ملكان أم هما شيطانان، وبناء على اختلاف الإعراب، لأن الله قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت هل هما بدل من الملكين وما أنزل على الملكين هاروت وماروت،
أو هما بدل من الشياطين، ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا، والظاهر لأنهما شيطانان، والعلم عند الله تعالى، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول: كنت على وضوء الظهر وبعد أن صليت العصر ساورني شك فيه. والشك ما ينبني عليه شيء، فإن اليقين لا يزول به الشك. أنت على يقين من كونك على وضوء، بعد ذلك هذا الشك الطارئ تهمله، لا تلتفت إليه. وهذه القاعدة أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هل هناك حرج من الوضوء بماء الشركات المعبأ في القوارير؟ ما شاء الله، إذا ما توضيت بماء الشركات المعبأ في القوارير ستتوضأ بماذا؟ ما في حرج يا أخي، هذا ماء نقي مكرر معالج بالأوزون كما يقولون. طبعا ما عارف الأوزون هو شنو، لكن هكذا كتبوا. واشتريته بمال، هذا يا أخي يعني عذب فرات، فيجوز لك أن تشربه وأن تتوضأ به وأن تطبخ منه وأن تشرب معه تصنع منه شاي وغير ذلك من العادات والعبادات، ما في حرج إن شاء الله. في صلاة الصبح إذا صليت ركعتي الرغيب في البيت ثم حضرت إلى المسجد كان هناك وقت، هل يمكن أن أصليها مرة أخرى؟ لا، هو بعد طلوع الفجر تكره النافلة سوى ركعتي الفجر اللي هي الرغيبة، فتأتي تجلس إن شاء الله وتشغل وقتك بالطاعة، يعني الطاعة ليست هي الصلاة فقط، تشغل وقتك بذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم. يقول: استفرغت في نهار رمضان، ما الذي يجب علي؟ استفرغت؟ نعم نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. يعني لو أن إنسان غلبه القيء ده صومه صحيح، أما استقاء عمدا بأن أدخل أصبعه أو أنه تعمد النظر إلى شيء يعلم بالتجربة بأنه يسبب له قيئا أو شم شيئا يسبب له القيء، فهذا يلزمه القضاء. ما حكم المرضع في رمضان، وهل مجرد الإرضاع يبيح لها الفطر؟ لا، مجرد الإرضاع لا يبيح الفطر، وإنما الذي يبيح لها الفطر أنها تخشى على الولد، تخشى على الولد بأن الماء يقل ولا يجد الغذاء فيتضرر، ففي هذه الحالة تفطر وتقضي، وبعض العلماء قالوا تقضي وتطعم. نعم، لكن مجرد الحمل أو مجرد الإرضاع ليس سببا كافيا له الإفطار، وإلا بعض النساء ما شاء الله تكون حاملا وهي صائمة وما تتضرر ولا يتضرر جنينها، والمرجع في ذلك إلى التجربة أو إلى إخبار الطبيبة الموثوقة الحاذقة. نسأل عن معنى الآية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني أنت أيها المسلم لو أنك الخوف هنا بمعنى الظن، الخوف بمعنى الظن، وجدت بأن إنسانا غلب على ظنك بأن أو أطلعك بأنه في وصيته سيحصل منه جنف، جنف يعني ميل، ميل بأن يوصي لبعض الورثة مثلا، أو إثما بأنه يريد أن يحرم بعض من أعطاه الله عز وجل، أو يريد أن يعطي بعضهم فوق ما أعطاه الله أو دون ما أعطاه الله، فينبغي لك أن تسعى به الإصلاح، تقول له: يا فلان أو يا فلانة اتقوا الله، والجور في الوصية مصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل بطاعة الله 70 سنة ثم يجور في وصيته فيختم له بالسوء فيدخله الله النار. فالوصية أيها الإخوان ما ينبغي أن نجور فيها، من الجور في الوصية بأنك توصي للوارث، من الجور في الوصية أنك تحرم من أعطاه الله
عز وجل. من الجور في الوصية أنك تقسم الميراث على هواك، يعني بعض الناس يعطي هذا نصف ويعطي هذا ربع ويعطي هذا ثمن ويعطي هذا على غير القسمة التي قسمها الله عز وجل. نعم. قل لي أخت مريضة أسألكم الدعاء لها بالشفاء. نعم، ندعو لجميع مرضى المسلمين يا الإخوان، يعني حقيقة المستشفيات مليئة بالمرضى وأهل البلاء، نحمد الله على نعمته. ويا أخواننا الصحة هذه من أعظم نعم الله، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالليل والنهار ثلاثا: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت، إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، وأسألك نجاحا يتبعه فلاح، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والدعاء الذي نسمعه في صلاة الوتر دائما: وعافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا واجعله الوارث منا، يعني اجعل هذه الأعضاء يا رب ترثنا، يعني تبقى سليمة حتى نموت نحن، فتكون هي الوارثة لنا. أما إذا ماتت قبلك فأنت الذي ورثتها. هذا معنى قولي واجعله أو واجعلها الوارثة منا. نعم. فنسأل الله عز وجل الشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشف عبادك هؤلاء ينكؤون لك عدوا ويمشون إلى صلاة. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن